هذه المشكل ما عرفت على حسب القايد و... والشيخ كنطلب شي وثيقه ما كيبغيش يعطوها ليا. ما عرفتش شنو هو هذا المشكل. المهم انا كان عندي وثيقه طلبتها وما بغاش يعطوها. طلبت شهاده السكنه في الاول ما عطاهاش ليا، وطلبت شهاده عدم العمل ما عطاهاش ليا. دابا جوج مرات كنمشي عندهم كنطلب شي وثيقه ما عطاوهاش ليا. علاش ما كيعطيوش؟ شنو هو السبب؟ ما عرفتش شنو هو المشكل. وصفنا المفوض القضائي ودار درنا ليه امتناع ودخلنا معاه محكمه اداريه. وحاليا عاوتاني هذه السيمانه هذا عاوتاني طلبوا ليا السيد نائب الوكيل واحد الورقه شهاده عدم العمل ما بغاش يعطيها ليا. شنو هو السبب؟ علاش ما عطاش لك؟ شنو قال لك السبب؟ علاش ما بغاش يعطيها؟ قلت ليه عطيني شهاده العمل، قال لي لا ما كنعطوهاش. مشيت عاوتاني عند الشيخ قال لي لا ما نعطوك حتى شي حاجه. قال لي سيري ديري واحد التصريح براسك بانك راه كتشهدي على راسك بانك ما خدامش. قال لي حنا شهاده عدم العمل ما كنعطوهاش. ومشيت رجعت عند نائب الوكيل قلت له ودي راه ما باغيش يعطيها ليا. قال لي راه كتعطى شهاده العمل، راه كتعطى، راه جات لينا حنايا في الدواسه كاينه هنايا كتعطى للناس. وصافي عييت انا ما عرفتش شنو هو المشكل، ما عرفتش. المهم كنطالب انا من كنطالب من السي الحموشي والقانون هو يشوف لي في هذا المشكل شنو هو. ودخلنا مع المحكمه الاداريه مع السيد القائد ديال تقريبا عام، وحنا داخلين مع المحكمه ولكن باقي الجلسات كيتروجوا على شهادة السكنة ما عرفتش انايا. دخلت مع المحكمة بسبب هذه الوثيقة؟ دخلت مع المحكمة دابا تقريبا عام على حسب الشهادة السكنة، باقي ما خديتهاش عام دابا. وكتروج القضية دابا في سميتو في إدارية ومازال ما خديتش شهادة السكنة. علاش ما بغاش يعطيك؟ ما قالش لك السبب؟ ما قالش لي السبب، ما عرفتش. حنا طلبناها طلبتها ليه انا ما بغاش. وقلت لك كما قلت لك صفتنا المفوض القضائي وما بغاش يعطيها ليا. صافي هذاك دخلنا مع المحكمه الاداريه. ودابا عاوتاني هاد الايامات مشيت للمحكمه الابتدائيه بغيت نصيب واحد شهاده عدم العمل، وقال لي الوكيل قال لي نائب الوكيل قال لي خصك تجيب لينا هذيك شهاده عدم العمل قرب صافي. المهم انا كنطلب الحق ديالي، فهمتي؟ كنطلب باش شنو هو المشكل، علاش القايد ديالي ما بغاش يعطيني شهاده السكنه. كنطلب اي وثيقه شهاده عدم العمل وشهاده السكنه ما بغاش يعطيها ليا. هادشي اللي كنطلب بالحق. واش فايت خديتي هاد الشهاده؟ شحال هذه؟ عندي شهاده السكنه هنايا وعندي لاكارت ديالي نفس في نفس العنوان فاش طلب شهاده السكنه، وعندي الراميد حتى هو. حتى الراميد ملي قلت للشيخ راه غنديرو كاع ما بغا يصايبو ليا. قال لك خصنا نديرو البحث. قال لي خصنا نديرو البحث. قلت له علاش دير البحث؟ راه عندي الراميد دابا تقريبا 8 سنوات في نفس لادريس. الراميد ولاكارت ديالي نفس لادريس فاش طلبت شهاده عدم العمل. شنو كطالب اليوم؟ دابا كنطالب اليوم غير بالحق بالسي الحموشي وسيدنا الله ينصرو هو يتدخل في هاد الامور هادو. واش انا ماشي مغربيه باش ما ناخذش انا شي وثيقه من المقاطعه؟ راه ما يمكنش، لا يعقل. راه صافي راه ومشيت عند المحامي ديالي، المحامي ديالي براسو قال لي راه عندك الحق تاخذي شهاده السكنه، عندك الحق تاخذي شهاده عدم العمل. قال لي حشومه، قال لي بحال هكا. قلت له ودي كيفاش شنو غادي ندير؟ والله عزما راه ما عرفتش شنو هو المشكل، ما عرفتش القائد. مشيت عنده اخر مره هاد السيمانه هادي قلت له عطيني شهاده العمل، قال لي ما كنعطيوهاش. قلت له علاش؟ ويدير فيها هكا. قال لي انت اصلا دعيتي معايا، داعي معايا، داخله معايا المحكمه الاداريه. قلت له قلت له دخلت معك المحكمه الاداريه ولكن بالقانون ما بغيتيش تعطيني شهاده السكنه. صافي هادشي باش جاوبته. شنو كطالب اليوم؟ كنطالب من القانون والسي الحموشي سيدنا الله ينصرو ويتدخل في الامر في استعجاليه. راه شهاده السكنه وشهاده عدم العمل خاصني ضروري. واش انا ماشي مغربيه باش ناخذ هذه الوثائق؟ اللي باغي يساعدني في القانون، انا كنطالب غير اللي باغي يساعدني في القانون. ها النمره التليفون 06 46 95 29 94.